مساء الخير. مساء الفل. ازيك يا دكتور؟ ازيك. انا كنت جاي بس حابب اقول لكم كلمتين يا اولاد عمر البرنس. اتفضل. خديجه دلوقتي بتدور على عامل الطب الشرعي اللي اتفق مع مصعد يزور الادله اللي دخلوني بيها السجن. تخيلوا بقى لو خديجه عرفت ان العامل ده هو ابوك الله يرحمه، ساعتها مش بس خديجه اللي هتعرف، لا دي خديجه والسوشيال ميديا والناس كلها هتعرف ان ابوكوا كان مرتشي. وايه لازمتها الدخله ده دكتور؟ احنا شايلين حبل المشنقه من رقبتك برضه. ومش هنسى ولا هعدي اللي ابوكوا عمله فيا. انا بس كنت مستني الوقت المناسب علشان الانتقام بتاعي. وانتوا الاثنين، انتوا الاثنين هتدفعوا ثمن اللي عمله ابوكوا كويس قوي. انت عايز ايه انا دكتوره بعد الموال اللي انت داخل بيه ده؟ انت ما قلتش الكلام ده لما طلعت من السجن ليه؟ في حد وزك؟ حد مسخنك؟ بتهتونا يعني عشان ما نعرفش مين اللي قتل حبيبه بجد؟ ها؟ كده انا قلت لكم اللي عندي. ها؟ قلت لك انا الراجل ده مش مريحني يا سونس. جاي لك يا ميسي، جاي لك وربنا ما مريحني. يا ميسي طمن يا باشا، انا بقول لسعادتك سبع محاميين رايحين بكره من المكتب عندي. ايوه انا عارف ان هي جنايه. انا مش حاضر يا باشا اروح. لا لا من غير زعل، حاضر حاضر هروح يا باشا، حاضر 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 تحت امرك، مع الف سلامه. يا علي ايه الدخله دي؟ مش في باب نخبط عليه ونستاذن؟ مفيش حد هنا استاذن منه. لا انا مش فاهمك. هو احنا مش اتفقنا موضوع ابويا محدش يعرفه؟ وانا عندي اتفاقي معاك محدش عارف. امال صفوت عارف منين؟ صفوت؟ طب بس اقعد وقف. انا مش جاي اقعد ولا اقعد يا استاذ. صفوت جالي هددني انا واخويا وقال هينتقم مننا من كل لحظه ده جوه السجن. انت اللي قلت له؟ هو هينتقم منكم انتوا ليه يا ابني؟ الموضوع كان مع ابوك وابوك مات. شوف انتوا بقى عملتوا له ايه عايز ينتقم منكم؟ اللي عملته انه شلت حبل المشنقه من حوالين رقبته. برافو، انت كده عملت اللي عليك. بس انت ما عملتش اللي عليك، انت اللي قلت لصفوت صح؟ يا حبيبي صفوت ده موكلي وبيقول لي على كل حاجه بصراحه، عشان كده لازم اقول له على كل حاجه بصراحه، وانا متفق معاه ما يجيبش السيره في الموضوع ده نهائي. هو كان كويس وطلع شكرني انا واخويا، ايه اللي قلبه مره واحده؟ معرفش بقى ايه اللي حوله. شوفوا انتوا عملتوا ايه لكل فعل رد فعل، وانا هكلمه واتفق معاه مش هخليه يجيب السيره دي خالص تاني، حرصا على سمعتك انت واهلك. تمام؟ تمام. كل فعل رد فعل. ها طالما انت طلعت مالكش كلمه، انا كمان مش عايز اشتغل في المكتب الزفر ده تاني. جري يا صفوت، في ايه؟ رن 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 رن. طيب يا سيدي برافو. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.